السلام عليكم وبركاته معكم اخوكم عبد السلام وحياكم المره ثانية لسلسله انطباعي واليوم جيب لكم انطباعي لاحد الالعاب اللي كنت انتظر الصراحه آه اليوم جبت انطباعي لالن ويك 2 طبعا الن ويك جت من الناس الرهيبين اللي هم رمدي اللي سووا العاب زي الن ويك فجاه الن ويك 1 كوانتم بريك كنترول كنترول وانا حبيت كنترول كنترول كانت مرة ممتعة فألن ويك تكمل بعد تك بعد قصة نهاية ألان ويك 1 آه احداثنا تتكلم عن انك تلعب شخصيه جديده اسمها ساغا ساغا اللي هي محققه اف بي اي تحاول تكشف سافة الكولت اللي قاعده تصير جماعه كذا ما الناس يقطعون قلوبهم ويبون يعرفون شو السالفه بنفس الكلام الان ويك بطل الجزء الاول اختفى 13 سنه ورجع وهو يبي يعرف ايش صار وسافة الدارك بليس ف الان ويك 2 صراحه لو اقارنه باقرب لعبه و ما نقول آلن ويك 1 الصراحة أكثر لعبة تشبه ريزيدنت إيفل مفاجأة أه لاحظت أن بها أشياء كثيرة تشبه ريزيدنت إيفل الكامبات يشبه نظام مثلا نظام عندك بعد حتى بعد نظام الانفنتوري موجود وعندك بعد باكس تقدر تجد اغراضك فيه وفوق كذا بعد اذا جاء عدو مسك كذا بيهاجمك بيها بيها تقدر تولع فيها النور كذا زي السكين بريزدنت ايفل ف اوفرول اشوف الكومبات مره ممتع والقصه حلوه القصه جذبتني يعني تحس انه قابلت إن على دراما على هورر على لعبه موسيقى فجاه ترى ما اكتب عليكم فجاه كذا في جزء من اللعبه الشخصيات تبدون يغنون وكان مره ممتاز ف ما احنا شيء جايبين الميكانيك عندك باحث مثلا أحد لا الاشياء اللي مسوينها بالون ويك مثلا عندك زين شفت هذا النور تقدر تاخذه معك اذا اخذته معك شوف المكان يختفي نفس الكلام فهذه احد المكان اللي حلوه تخليك تجمع النورش شا... او تولع مثلا كيف تفتح البيبان هذه مره ممتعه وفي بعد احد الاشياء اللي للاسف ما اقدر اوريكم اياها للاسف ما اقدر اوريكم اياها بس مثلا زي عندك هالمكان هذا حلو تقدر مثلا تغير القصه ف مثلا عندك هنا بهذا المكان في باب هناك مسدود حلو الباب المسدود تحتاج يعني وراه لازم تكمل تفتح فشلون الون ويك لازم يرجع ويكتب قصه بحيث انه يعني يكون منطق عشان تقدر تمشي ظهر لحظه هي هذه اظهر شيء بسيط بس اظهر مسو... ايه هذا هو الفيديو مصوره هنا شف مثل كان عندي هنا شف هنا مثلا كان لازم احول عشان اخلي جزء مكان ورا مكان بالمنطقه نفسها يفتح فاضطريت اغير شيء بالقصه يعني شف يعني كذا كانت مرة حلوة لما تشوف التغيير حق. نفس الكلام مع ساقا ساغا بين المحققه اف بي اي لازم تجمع القصة تجمع الادلة وانت لازم تبدا تحلهن. أه لو في شيء واحد سلبي اقدر اقوله انه اللعبة شبه شوية باكز بسيطة، يعني مو بس أنا يعني شيء تطلعك من التجربة. و الاكشن مرة قليل لاحظته. لاحظت انه في شوية يعني لقطات اكشن مثلا ممكن تمر تشابتر تشابترين وانت ما سويت شيء. فهذا شو ممكن يطفش الصراحة، هذه الأشياء هذه السلبيات حقتي. غير كذا اوفرول الن ويك مرة مرة ممتعة، الكومبات يعني الكومبات حلو وصعب مفاجأة. الاستكشاف مرة جاذبني، أنا ودي أعرف القصة وش قاعد يصير، وش سالفة الكولت ليش قاعدين يعني يذبحون الناس، وشو الدارك بليس. فهذه كلها واللعبة مرة مرة جميلة. اللعبة صاحب يعني اذا انت حبيت الون ويك 1 انصحكم بها، اذا انت ما عمرك لعبت الون ويك العب 1 موجوده الريميك او ريماستر موجوده تلقاها الحين بكل مكان والعبوا كنترول. فوق ان اللعبه حلوه آه، لها شويه علاقه بالون ويك. فهذا والله انطباعي عن الون ويك، اللعبه مره مره, مرة ممتعه الاستكشاف حقه حلو، القصه جذبتني والرعب في لقطات رعب شوي مثلا تكتمش مكان ظلام وكذا و... ويلعب بعقلك. اوفرول اشوف الن ويك 2 مره ممتعه وانصحكم بها جدا كما معكم انط... آه, هذ... كمعكم... انطباعي هذا <applause> كما معكم انطباعي كما معكم عبد السلام يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده ومع السلامه